أقامت أسرة المرحوم حسين برما حفلا بمناسبة ميلاد الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه بحضور كبار رجال الدين والمادحين لرسول الله. تقرير هارون أبا آدم. تخليدا لذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكبقية كل المدن التشادية والمسلمون في عموم الأرض قاطبة، احتفل مساء السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري أهالي قرية جوقانة الواقعة في دار أصلا بإقليم حجر لميس بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه المناسبة العظيمة ببادرة كريمة من أسرة المغفور له حسين برما وفي مقدمتهم السيد إبراهيم حسين برما وكل أبناء المرحوم وعرب دار أصلا. هذه المناسبة العظيمة والتي تتوج ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بحضور النخبة من المادحين في جمهورية تشاد وكبار رجال الدين في المنطقة وكبار أعيان شيوخ القبائل في منطقة جوقانة والقرى المجاورة لها. وهل لي أن أكس العتيق وتكتسي كذا القبة الخضراء روض جنان، وهل لي فلك باخرة تقل من يحجج بيت الله دون تواني. كما تخلل الحفل المدائح النبوية والتي تتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم وفضائله وأخلاقه وفتوحاته العظيمة. كما حضر المناسبة أمين الدولة في إدارة الأراضي والحكم المحلي الدكتور أبو بكر جبريل باعتباره أحد أبناء قرية جوقانة والذين كان لهم الفضل الكبير في تعليم أبناء المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن أسرة المرحوم حسين برما وفي مقدمتهم السيد إبراهيم حسين برما يقومون بتنظيم احتفال ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام في هذه المنطقة الكبيرة والتي تعتبر قلب دار عسل النابط وتحيط بقرية جوقانة كل من قرية أمدبوغا وقرية جنيري وقرية بلداية وهي تابعة لمقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميس. إذن بهذا تقرير حول الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمتها لكم من الفضائية التشادية. من أنجمان أشكركم وطيب انتباهي والمتابعة. تلقاكم دمتم في أمان الله.